السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده من قلب المختبرات بتاعة اوتوديسك، اوتوديسك لاب دوت جيت هاب دوت ايو. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. ده المشروع اللي هم شغالين عليه، وصلوا فيه لنتائج ممتازة جدا، بحيث ان هم بيدربوا الموديل بالذكاء الاصطناعي ان هو بيوري له صور 3D ويوريها له 2D في اكتر من مرة، بحيث ان هو يقدر يستنتج 3D لاي شكل 2D. تمام، ففي مرحلة تدريب عميقة جدا، وبعد كده بدأوا ان هم يديله صور 2D، يبدأ يديها له 3D. حتى انت لما تبدأ ترفع صور هيبدأ هو يتدرب من خلال الصور اللي انت بتديها له. تمام، فدي الحاجات اهيت، يعني انت بتدي له صورة واحدة زي كده وهو بيحاول يخمن ال 3D بتاعها ويبدأ يجيبها لك. في مشاريع تانية بتبقى شغالة على صور كتير جدا، بتحاول تلتقط اكتر من 50 صورة. تمام، كنت انا جبت لعبة اسد كده وصورته من جميع الجوانب وعملت التجربة ديت، وكانت الى حد ما نجح. هنا بقى لو صورة واحدة بس، تمام، يبدأ ان هو يجيب لك ال 3D بتاعها، يخمن ال 3D بتاعها بالشكل دوت. انت ايه رأيك؟ اكتب لي رأيك في التعليقات وهكذا. فبتبدأ بقى ان انت ايه، كل حاجة بالشكل ده يبدأ ان هو يجيب لها ال 3D بتاعها. حتى لو مكعبات هو بيحاول يشوفها ويديها شوية ايه، يعني انحناءات وحاجات كده تكون شكلها جميل. تمام، وممكن تكست، حتى ممكن تقول له تكست يبدا يعمل لك 3D. يعني اصبح عندي البرومت يتحول ل 3D موديل، البرومت يتحول ل 3D موديل. ده ذكاء صناعي اوتوديسك شغال عليه. تمام، البوينت كلاود، عندي بوينت كلاود يبدا يحوله لعناصر بالشكل دوت، فده هيفيدنا لما نعمل ليزر سكان. تمام، الدبس، الدبس بقى بيعتمد على ايه اكتر حاجه؟ على ان الحاجه القريبه في اناره اكتر من اللي ورا. تمام، وهكذا، فبيبدا يحاول يتخيل الدبس بتاع العنصر اللي موجود بالشكل دوت، فده قدام وده يبقى يرجع ورا شويه الدبس برضه. بس هنا هو واخد اكتر من صوره عشان كده بيطلع لنا صور المعقده دي. اي حاجه انت رسمها سكتش بخط الايد كده يروح هو عاملها لك. عشان كده لما بقول لكم الاصدارات اللي جايه من كل البرامج هتطلع فيها ذكاء اصطناعي هايل، يبقى الناس تصدق. تمام، طبعا تقدر تشوف الكود دهوت والديمو والحاجات دي كلها، كل ده تقدر انت تفتحه وتقدر انت تشوفه. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو تستمتعوا بيه، ويا ريت تقولوا لنا ايه رايكم وتوقعاتكم للمستقبل. ده الجوجل كولاب، ده جوجل عاملاه عشان يبقى اوبن سورس الناس كلها تشتغل عليه، فتقدر انت برضو ايه تشوف الكود وتطبق وهكذا. تقدر تعمل داونلود للسورس كود وتعمل سيت اب للانفيرومنت. ممكن اقول له كلون واقول له ران اوي، بس هو بيقول لي ان لازم في ريكويست. تمام ماشي، انا بنجربها ان شاء الله.